Namaste, guys. ازيك عاملين ايه يا صحابي؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. النهارده احنا هنعمل معاكم جديد بلدي، وطبعا انا متحمسه جدا عشان اعمله اهو يا جماعه. بس قبل ما نبدا او نعمله، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واهو الديك من جوه، شوفوا لحمته جميله ازاي. اهو الديك بتاعنا، وهو الرز اللي احنا هنحشيه بيه. شوفوا الرز بالكبده، وده الديك بعد ما خليناه من كل حاجه، وديت الميه اللي هنسلقه فيه. وبعدين بنقلب الرز بتاعنا وهو بالكبده، الرز بالكبده هنقلبه حلو. وهو هنبدا ان شاء الله نحشي، يلا بينا نحشي. اول حاجه بس اظبط الحته اهو، زي ما انتم شايفين شكله حلو اهو، حلو جدا وجميل اهو. هنصفي بس الديك بتاعنا من الميه، حلو جدا جدا جدا. وبعدها هنبدا ناخد المعلقه ونحشي معلقه بمعلقه اهو، زي ما انتم شايفين بنحشره عشان ما فيش حاجه تقع مننا اهو. بنحط ونحط ونحشر من جوه، ندخل جوه اهو، حلو جدا جدا جدا. اهو شكله عامل ازاي، وشكله حلو جدا. وشوفوا احنا بنتني الرجول في قلبه، وبعدين بنقطع الجلد اهو زي ما انتم شايفين، عشان تبقى الفرخة بالشكل ده لما تستوي. يلا بنحشي برضو الرز من الرقبة، نحشي الرز من الرقبة. طبعا هنشيل ايه الحتت اللي على الرقبة، الجلد اللي على الرقبة هنشيله، وهنحشي زي ما انتم شايفين شكله حلو جدا، نحشيه وشكله حلو جدا. طبعا بعد شوية هنشتقه اهو يا جماعة. الديك قبل ما نسويه شوفوا شكله حلو ازاي، وبعد ما نسويه برضو هيبقى شكله جميل اهو، زي ما انتم شايفين حلو وجميل جدا جدا اهو. انا ديك طبعا ده حلو جدا جدا جدا. I love you، بحبكم قوي يا اصحابي. خلوني افكركم بشكل قبل ما يتحط في الشوربة. وبعد ما اتحط في الشوربة بقى شكله عامل كده اهو، زي ما انتم شايفين شكله حلو جدا اهو، حلو جدا 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 يا اصحابي، كل حاجة فيه حلوة. والشوربة بتغلي اهو زي ما انتم شايفين، وبعدها نحطه في الفرن اهو. حطيناه في الفرن، بس قبل ما يستوي متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. I love you. اهو يا جماعة بعد ما استوى شكله جميل جدا جدا، وشكله حلو قوي. بس يا رب يكون عجبكم اهو، شكله حلو. بس متنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب، واهم حاجة السبسكرايب يا جماعة اهو. زي ما انتم شايفين لحمته شكلها جميل جدا. يام I love you. Goodbye. دي قناة زوزو.